بسم الله الرحمن الرحيم الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
أشياء عظيمة، ها هذه كلها حتى ترضى عنه سالته من الجهل ويعمل له الأعمال. انظر لا زال كثير، هذا نوع خطير جدا، نوع خطير، إنه بشعر بقايا الشعر الأب والأم وكذا وكذا حتى يبقى في يكمل، يعني ينزجون الشعر فيما بينهم حتى يبقى الكل في نزاع وفي خصومات. انظر معي، هذه أشياء لعائلة واحدة فقط ظلوا في الرقية الشرعية لمدة، وبالله الحمد والمنة لاستخرج هذا السحر بعد الرقية الشرعية ولله الحمد والمنة، وهذا نصر وتوفيق من الله جل وعلا، توفيق ونصر من الله جل وعلا. انظر إلى هذه المخلفات، لا زال هناك الكثير، هذا كله قلت لكم من لأسرة واحدة، لا زال لا زال. انظر ما هذا، هذه ويلات، انظر والعياذ بالله، انظر والعياذ بالله إلى هذا. ولهذا له سنين شبع، عبارة عن شبع مدام وبداخله أشياء غريبة جدا حتى يفعل أشياء حتى تبقى محظورة، لأن الشبع عندما يداب عليها تبقى بالداخل يعني في حماية، لكن الله جل وعلا بينها وهو القادر سبحانه وتعالى. انظر معي، انظر معي لها أشياء أقول لكم نراها بالجملة يوميا، أشياء عظيمة وغريبة جدا، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى هذا النوع الغريب من الحجر، نوع غريب اشتراك، انظروا إلى هذا، تراه تحسبونه هو هين هو عمره العظيم، انظروا بعقد وبطلاسم وشيء غريب والعياذ بالله. انظروا هذا قل لكم هذه الأشياء لها سنين، انظروا معي، انظروا انظروا إلى هذه الأشياء، هذه أشياء غريبة وعظيمة جدا، هذه كلها أنواع من أنواع السحر وجدت، وما خفي أعظم، وما خفي أعظم. انظروا معي، انظروا بماذا يصنعون هذه الأشياء، هذا السحر، هذا كله من فعل الأبارسة وفعل الجان والشياطين عليه لعنة الله، السحر وخدام السحر وأعوان السحرة. انظروا إلى أنواع مجموعة من الشعر، انظروا انظروا، هذا الشعر، هذا شعر للأسر، هذه مجموعة من الشعر للأسر في سحر. انظروا معي، أقول لكم لأول مرة نفتح هذا أمامكم حتى نحن نطلع عليه فقط، أنواع الأقلمة، التراب الأرض الفلانية وتراب القبر الفلاني وتراب الأرض الفلانية، أنواع الأقلمة تجمع ويحتفظ بها في مكان ومعها السحر حتى يبقى الناس في لا يستقر لهم حال يمرون فقط في التشوال من أرض إلى أرض. قل لكم ما خفي أعظم، انظر إلى شعر آخر، انظر مصنوع لا أظنه شعر أو شيء الله أعلم، لكن سنراه إن شاء الله تعالى الآن ونعلم نوعية هذا السحر كذلك. نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين. انظروا إلى هذا إلى هذا الجرم وهذا الذنب الخطير، إلى ما يفعله السحرة. انظروا انظروا انظروا، هذه أنواع الأكل كذلك، تراب من أرض أخرى، يعني صراحة هذه جملة من كما رأيتم فقط لعائلة واحدة، هذا كله فقط لعائلة واحدة، سحر مكتوب، سحر بالشرع، سحر بالتراب، سحر مدفون مخطط بالنجاسات من آثار السحر المسحور من ملابسهم من أشعارهم، والله المستعان وهو حقنا ونعم الوكيل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ المسلمين في كل مكان من كل شر من كل مكروه، وأن يقنا شر السحرة ومن ثار على ذنبهم، وأسأل الله تعالى أن يكرم إياكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر إن شاء الله تعالى بعد قليل بإبطال السحر، بإبطاله بإذن الله تعالى حتى تنفذ عقده ويذهب أثره وأذاه ويعود الحال إلى أصله وتعود بإذن الله تعالى الأسرة إلى يعني سعادتها وهنائها بإذن الله جل وعلا. والله الموفق لهذه الأسرار.
وأرجع النعمة